حياك الله يا وعد. حياتي. أول مرة تشاركين معنا بالمسابقة. أيوة. نعم. وكم صار لك تكتبين الشعر؟ من عمري 9 سنين. تفضلي سمعينا. النص بعنوان مجاديف الغرام. انبلج فجر الغرام بغيها بالليل العتيم، يوم جاني يكشف ستار الظلام ويشرعه، وارهبتني فزة الذكرى بمطلاع السديم، لين كف الليل خيطه من صباحي ينزعه، ايه احبك والولحلك في مدى روحي يهيم، ايه عشق الكون كله في كياني مرتعه، لا تراك وسولفوبك يلفح اشجاني نسيم، وعاذلي لا من حتابك خافقي ما يسمع، عند شرفات الاماني كان وجهك لي نديم، احتري طيفك عشان سامره واجلس معه، ولا نظر لي وقتي بنظره من الظرف اللئيم، اهرب الاكناف صدرك واختبي بين ضلعه، كنت انا ليلاك واحساسي من صدودك يتيم، واحسبك مجنون يلي ما بهل غيري سعى. وعد القصيدة جميلة، فيها موهبة شعرية وفيها إتقان، وفيها حتى في بناء الصورة الشعرية واضح أن تتابع للقصيدة، وفيها ثقافة أيضا واضحة، ثقافة الشعرية واضحة. أنا أجيزك يا وعد. وأنا أجيز وعد، وعد شاعرة شعر وحضور وإلقاء، الله يوفقك يا وعد. الله يسعدك. أنا أجيزها بتميز. تسلم. تستاهل. تنتقلي معنا للمرحلة التالية إن شاء الله. من مجتمع ينظر لبوح الشاعرة عار وخرف، جيت أكسر قيود الجهل وأسرج عنان القافية أهدامي. هذه رسالتي للي كانوا يمنعوني من ظهور أو من إني أتعمق في الإبداع.